السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. كشف ردة فعل الرئيس الأمريكي على أسر جنود إسرائيليين. وإلى التفاصيل. كشفت الولايات المتحدة اليوم الأحد ردة فعل الرئيس الأمريكي جو بايدن على أسر جنود إسرائيليين جدد بغزة. وأفادت مصادر إعلامية أمريكية بأن الرئيس بايدن ظل يتابع المقطع الذي بثته كتائب القسام دون أن يتفوه بكلمة، مشيرة إلى أنه اختتم المشاهدة بعبارة بقوله فليذهب نتنياهو إلى الجحيم. ووصفت المصادر الوضع في البيت الأبيض بالمتوتر، تسوده حالة من الصدمة وخيبة الأمل. وكانت المقاومة الفلسطينية قد نشرت في وقت متأخر من مساء السبت مقطع فيديو لعملية أسر جديدة لجنود إسرائيليين مزودين بأسلحة حديثة وكلفوا بتنفيذ عمليات خاصة لتحرير الأسرى السابقين. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.